عندنا النهارده قرع عسل في السلطه. محتاجين ايه بقى؟ محتاجين قرع، محتاجين بقدونس، حمص، فلفل مشوي الوان احمر اخضر اصفر، بصل احمر بس، وزيت زيتون، وايه وليمون. هقطعها بس كده عشان ايه تبقى صغيره شويه. فص تومه كده مع رشه ملح عشان قرع عسل اصلا مسكر، مع حبه زيت زيتون بس. ادخله الفرن بقى سخن 10 دقايق بالكتير قوي، ربع ساعه، المهم يبقى اتحمر. يعني قرع العسل المشوي اللي انا عامله منه اصلا نسخه، هزود بقى من اللي حطاه الحمص اهو، الفلفل المشوي ده بقطعه اهو وبحطه مع رشه زيت زيتون وملح في الفرن، كله في الفرن النهارده اهو، احمر واصفر واخضر، طعمه جميل. وعلى فكره ما قشرتهوش، ماشي. بقدونس خلاص، وفضل بصل احمر، بس الصراحه انا عايزه البصل ده دلوقتي للايه، للبيتزا، وابقى احط التاني ايه بعدين. نقلب، فاضل لنا ايه بقى؟ ملح، زيت زيتون، وايه، وحبه خل او عصير ليمون، كل واحد على حسب ايه ما هو حابب. فاضل لنا زيت الزيتون، بس عشان ايه، ماشي، وفاضل لنا عصير الليمون وايه والملح، ونقلب كده والبصل. خلاص اهو كده، بصوا بصوا الالوان والجمال والطعم بقى مختلف. القرع مع الفلفل المشوي والبصل الني المقرمش والحمص برضو، كل ده هيعمله طعم جميل قوي، مع البقدونس، زيت الزيتون بقى، وعصير الليمون،